wheelers.me ويب سايت بيساعدك تقارن اسعار السيارات الجديده وبكبسه زر تخلي الوكيل يتصل فيك ويعطيك احسن سعر. wheelers.me بخليك كمان تقارن كل القروض المصرفيه تتلاقي الدفعه الشهريه اللي بتناسبك. زوروا www.wheelers.me هلا لتكتشفوا اخر العروضات بلبنان والامارات. مرحبا فيكم مشاهدي ام تي في باوتوفوكس مره جديده. رح نضوي اليوم على طراز جديد كليا من ترامب شي هو جي اس 8. معنا مستر جيف مراد من مزرجي موتورز لنحكي اكثر عن هالاس يو في الرائع اللي عم نشوفه لاول مره بالسوق اللبناني. كيفك جيف؟ منيح انت جوز؟ نحن بالاكثر. يعني اس يو في رائع جدا بشكله بالاوبشنز الكتار اللي فيه. ان شاء الله نلحق نقول كلهم اليوم بالحلقه معك. خبرنا بدايه عن ترامب شي بشكل عام وبنحكي من بعدها عن هالجي اس 8 السوبر حلو. ترامب شي مثل ما تعودنا نشوفه على طول بالام تي في وصرنا نشوفه بكميه هائله على الطرقات. الترامب شي على طول بتميز حالها انه هي اتس بريميوم كار. ونحن لما عم نشوف اليوم حنشوف معنا الجي اس 8 حنشوف قديش يونيك قديش فلاج شيب قديش لكجيريوس. صح عندك هالترامب شي الجي اس 8 وترامب شي صارت ومضوا حيفوتوا بالسوق الامريكاني وحتكون اول سياره manufactured in China to penetrate السوق الأمريكاني وحتكون بال 2019 عم تنبيع بالسوق الأمريكاني. وهيدي شغلة كتير مهمة يعني السوق الأمريكاني يعطي ثقته اليوم بمصنع ويدخل على السوق عندهم. يعني شغلة أكيد بتعطي ثقة كتير كبيرة لكل الأشخاص اليوم اللي بدهم يفوتوا ويشتروا السيارة الحلوة سيارة الترامب شي خاصة الجي اس 8 عم نشوفه معنا. خبرنا أكثر ديتيلز أول شيء عن هالشكل الحلو كتير للترامب شي هالاس يو في الكبير العائلي. يعني كثير حلو بالشكل الكروم حتى الساين تبع ترامب شي موجوده على الباب الخلفي بطريقه طاغي وين ما كان. مزبوط الجي اس 8 مثل ما عم نشوف از 7 سيتر اس يو في 7 سيتر بكل معنى الكلمه اتس نوت 5 بلس 2 بيسعوا 7 اشخاص بكل رياحها بقلب الجي اس 8. نفس الوقت عم نشوف هالبولد لوكس وبالجي اس 8 صاروا عم بيكونوا عم بيعملوا قصص جديده حتى غير وكلاء وغير عالم السيارات يلحقون. فنشوف مثلا هالتيل لايتس بنشوفهم 3D كثير حلوين 3D بتشوفهم بشكل ايه بتشوفهم ليش ليك قد ايه لايرز فايتين لجوا. صحيح يعني كثير عم بيتقدموا صاروا يونيك وصاروا حتى ريتد من الجي دي باور among the top quality brands حتى عم يتنافسوا براندات على ليفل عالمي موجودين بالسوق من فوق ال 50 سنه. جي اس 8 عن جد از فلاجشيب موديل لازم كل واحد يشوفها تيشوف الديتيلز والتقنيه اللي صحيح. شغالين فيها اللي بشوفها لايف غير ما بشوفها يمكن كمان حتى على الناحيه الاماميه. نعم ليك الفلاينج داينامكس كثير اجريسيف فيري بولد والوحيدين اللي عندهم فل ليد تكنولوجي فل ليد ان كان من الدي لايتس فل ليد اندبندنت ليد مثل ما كان مبين عندك اقوى اندبندنت ليد. سيارتك الجديده صارت خلاص؟ خلاص ما استلمتها انت كمان قريبا. جيف رح نتابع حديثنا ننتقل هلا نحكي عن الداخل الحلو كثير للجي اس 8. تعالنا على داخل الجي اس 8 من ترامب شي. يعني الفخامه عنوان اول شيء كبير بداخل السياره. مزبوط هلا مثل ما بلشنا نشوف ال 7 سيتر قديش واسعه عقدها متر و 90 91 اعرض اس يو في بهيدا الحجم هيدا. نعم نفس الوقت عم نشوف هالانتيريور الاستراليان ليذر بيور ليذر جينوين ليذر. بنفس الوقت في البيج في عنا لونين بيج او دارك انتيريور حسب اكيد اللون. كمان الخشب طاغي بلونين عم نشوفه كثير حلو عندك هون غامق. عندك هون 10 انش ديسبلاي اللي هي بشكل ايباد كمان يعني يو كان سويتش تو ذا رايت اند تو ذا ليفت بتشوف كذا تاتش سكرين تاتش سكرين اكيد. وعندنا 360 كمان الكاميرا بالسياره. عندك 360 مع ايجل اي. وبنفس الوقت على سيره الكاميرا في عندك شيء اسمه بلايند سبوت ديتكشن. فيري نايس اذا قرب شيء عليك على ميل الشمال او على اليمين بالسياره انت ما كنت شايفه على المرايه بضوي لك على شفت؟ بضوي لك امامك. اللي قلته 100% مزبوط بس بغير سيارات. بالترامب شي جي اس 8 الكاميرا بتضوي بصير عندك على الشاشه على 10 انش بتشوف كل الطريق اللي عم تصير كل السيارات اللي عم تقطع عن من خلال هالكاميرا. حلو كثير هالاوبشن صراحه ما كنت متوقع هالشغله. عندك بانوراميك سون روف سوبر سايز بانوراميك سون روف اوكي.
فيك تشارج تليفونك من قلب السيارة إذا عندك آيفون 10 أو ذا نيو سامسونج كمان فيك تحط تشارج تليفونك بس أنت حاطه على الكونسول كل شيء موجود بقلب الجي اس 8 سيارة كراسي هيتد وفنتيليتد ستيرينج ويل كمان هيتد هلا بحاجة كثير للفنتيليتد هالفترة هلا بس في بلشت يعني جيف عن جد اوبشنز كثير جديد لأول مرة عم نشوفهم اليوم بعالم السيارات موجودين بهالجي اس 8 من ترامشي رح تابع حديثنا سريعا نحكي عن البرفورمانس لهالاس يو في الرائع اللي عم تابعه اليوم بأوتوفوكس بعد ما حكينا عن الشكل الخارجي للجي اس 8 من ترامشي وشفنا الداخل الفخم جدا صار وقت تحكي برفورمانس عندنا محركين جيف او محرك واحد اليوم عندنا محرك واحد 4 سيلندر 2000 سي سي تيربو مع توك 320 نيوتن متر ببلش على اف ام 1750 ممتاز يعني فيها ضغط قوي كثير في عندك ضغط عالي كثير ايزوليشن عالي كثير وبنفس الوقت الكوفيشنت يعني هو ضغط الهواء 0.34 اللي هو احسن من ماركت بالاس يو في المانيه حتى اتس ذا بيست دراج كوفيشنت بالكاتيجوري تبعيتها فيري نايس سيستم الاول ويل درايف اكيد كمان موجود فيه في عندك 4 مودز ساند سنو سمارت مود كل شيء نورمال يو كان درايف ات انتو 6 ديفرنت مودز 4 مودز للانتليجنت 4 ويل درايف يعني السيارة متطورة جداً حتى بالدرايفنج مودز تبعها بمحركها النشيط التوربو بالتورك العالي فعلاً ممتازة جداً 5 stars بالسيفتي جورج كمان كمان 5 stars بالسيفتي كراش 8 airbags كلها مفولة السيارة طيب من بعد كل هالأوبشنز اللي حكيناه هون صار وقت نعرف شو سعر السيارة اليوم الجي اس 8 ترامشي بالسوق اللبناني يعني ريفيو سريع جيف فيك شو شفنا اليوم تنشوف السعر لانه الجي اس 8 ما في شغله ما انا موجوده فيه حتى في قصص مش مفكرين فيها اوبشنز اليوم موجوده بهالاس يو في تزيد على هالقصص كلهم قصص ما قلناها قبل انت جورج بتعمل سبورك كل ما بتروح بترجع مع شنطه السبورك بدك تحط الشنطه على الارض تقدر تفتح الصندوق طبعا بالجي اس 8 اول ما توقف ورا السياره بتنطر 5 ثواني لحاله الصندوق بيفتح إذا معك أكيد الكيز بجيبتك أوتوماتيكلي لحاله بيفتح صح بيفتح. حتى كل البويب دي أنلوك لحالهم ولما تضغط من السيارة دي لوك لحالهم فيها سمارت لوكينج أند سمارت أنلوكينج very nice طيب من بعد كل هالأوبشنز إذا بعد في محل بس خبرنا شو سعر السيارة اليوم بسوق لبناني نحن مثل ما عطول مع بازيرجي موتورز نحن بيهمنا الكاستمر ساتيسفاكشن بيهمنا يجوا الزبونات الانترستد يجوا يشوفوها للسيارة يشوفوها بكل الفروع الموجودين فيها إن كان ببعقلين بصيدا بكل فروعتنا بنهر الموت ويسوقوها ويجربوها لأنه فعلا هالسيارة هالجي اس 8 بهالمواصفات منزلينها بسعر لونشينج برايس بشكل كتير كومبتيتيف سعرها يعني. 34,900 قبل التيفي أو تجيب كل شيء حكينا عنه اليوم كل المواصفات اللي ذكرتها فيتشرستيك كلها كلها ب 34,900 دولار كلها كلها من السونروف لادرز كل شيء كل اللي سميناه جيف انا بتشكرك على وجودك معنا فعلا بتوقع نسبه مبيعات صراحه عم بحكي لهالترامشي جي اس 8 عاليه جدا بالسوق اللبناني خاصه اكيد وبنشوفك بحلقات مقبله مشاهدينا اكيد بكره حلقه جديده وسياره جديده للقاء ويب سايت بيساعدك تقارن اسعار السيارات الجديده وبكبسه زر تخلي الوكيل يتصل فيك ويعطيك احسن سعر wheelers.me بخليك كمان تقارن كل القروض المصرفيه تتلاقي الدفعه الشهريه اللي بتناسبك زوروا www.wheelers.me هلا لتكتشفوا اخر العروضات بلبنان والامارات